المي الفوار أو السباركلينج ووتر هو بديل كتير من الناس بيعتمدوه كرمال يتفادوا شرب المشروبات الغازية أو حتى المي العادية. بس السؤال هو، هل السباركلينج ووتر منيحة أو مضرة للصحة؟ بداية تنفهم كيف بتنعمل. بينزاد CO2 أو ثاني أكسيد الكربون على المي تحت الضغط العالي حتى يصير فيه الفقاعات الصغار، ولما CO2 والمي بيجتمعوا بيتكون الكربونيك أسيد يلي عنده نفس المفعول بالتم مثل القرفة والخردل، يعني الإحساس الحد يلي بعض الناس بحبوه والبعض بينزعجوا منه. أما بالنسبة لتأثيرها على الهضم، فبتشير الدراسات إلى أنه السباركلينج ووتر بتحسن القدرة على البلع من خلال تأثيرها على الأعصاب المسؤولة عن هالوظيفة، وأيضا بتساعد على تسهيل عملية الهضم وإزالة أوجاع المعدة. ما عندها وعكس الاتهامات الخاطئة أي تأثير على العظام، أما على الأسنان فتأثيرها بسيط على مين الأسنان، وهالتأثير هو أقل بمئة مرة من المشروبات الغازية، بدليل إنه السكر بالمشروبات هو يلي بيأذي أكتر. ولا يلي حابين يضعفوا، كمية الغاز بالمي الفوار بتحسسكن بانتفاخ بسيط وشعور بالشبع، وبالتالي فيكون وسيلة لتفادي الإفراط بتناول الطعام. يعني إذا حابين تغيروا عن المي وتتفادوا تأثير المشروبات الغازية، ما في أي أدلة بتشير إلى أن السباركلينج ووتر عنده أي تأثيرات خطيرة أو سلبية.